نظم النادي الأهلي بصنعاء وضمن البرنامج الثقافي الرمضاني للنادي أمسية رمضانية اشتملت على العديد من الفقرات، حيث تضمن فقرات شعرية إضافة إلى المسابقات الثقافية والإنشادية والمسرحية والموروث الشعبي اليمني والفني. وفي ختام الأمسية تم تكريم العديد من المواهب الشعرية والفنية. عندنا في هذا العام قدمنا وما زلنا نقدم الشيء الرائع والممتاز والممتع. ففقرات النشاط الثقافي الرمضاني الذي بدأت من أول خميس في رمضان وستنتهي في 22 منه بإذن الله تعالى، واشتملت على 4 فعاليات رئيسية فيها المسرح والشعر، وفيها الموروث الشعبي ما قدمته الزهرات، وفيها الإنشاد وأشياء كثيرة، كما أن على هامشها تقام المسابقات الثقافية. حقيقة النادي الأهلي هو نادي رائع وعريق، وسنويا يقيم فعاليات، وسنويا على مدى امتداد 20 عام، والأمسية الشعرية لهذه الليلة كانت رائعة. وحقيقة بلادنا لدينا العديد من المواهب بل كنوز، ونكتشف دائما أن هناك مواهب وإبداع، وأيضا نأمل أن جميع الأندية أن تحذو حذو النادي الأهلي من أجل إنشاء جيل سليم مثقف متطور خالي من العقد ومن التطرف. برنامج حافل طوال شهر رمضان الكريم، وسينتهي في يوم 22 من رمضان بحفل ختامي يتم خلاله تكريم جميع المشاركين في هذه الفعاليات. وهذه سمة من سمات النادي الأهلي، النادي العريق الذي يهتم بالرياضة والثقافة على حد سواء. وطني وطني يشيد بطيبك الرحمن، وبطيباتك يشهد القرآن، ويجل حكمتك النبي محمد، ويحفك الإخلاص والإيمان. لو أن لي قصرا بصدرك شامخا، وحدائقا تزهو بها الأغصان، ما حاجتي فيها وحول سفوحها يتقاتل الشبان والشبان. لكنني لو عشت أسكن في العرى، وبنوك حولي كلهم إخوان، كان العرى قصرا مشيدا شامخا، وأنا برغم تعاستي سلطان.